أول ركلة سينفذها ميسي. تسديدة قوية وجميلة، تقدم وسددها بكل ثقة. هذه ركلة جزاء مذهلة. مبابي يتقدم لتسديد ركلة الترجيح. يتصدى حارس المرمى للركلة، ينجح في صد الركلة. فرصة هدف سيعني لهم الكثير في مباراة اليوم. بدالي أنه لا يوجد مشاكل عند هذا الحارس. تال يتقدم اللاعب الثاني في الترتيب. تصدي غير عادي، حارس كالف. فرصة التقدم بفارق هدفين. تسديدة في الزاوية اليمنى. بعد التأخر بركلتين، إذا ضاعت هذه الركلة ستنتهي المباراة. الله، كرة في منتهى الروعة لتعزيز التقدم. الله على هذا التصدي هنا. تعالى لاعب رابع لتنفيذ الركلة. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة. الركلة الخامسة دائما ما تكون مهمة. يا سلام على براعة الحارس، تصدي غير